السلام عليكم. كثيرين اخوان المغاربه، مبروك عواشركم. كما كتشوفوا في منطقه بورنا ديال مولاي رشيد، كان كل عام كنديروا هذا الموسم ديال الخروف، كنديروا الفندق باش الانسان ما كيحط الحواله ديالو كيحطهمش في الدار مضيقين، كيحطهم في الزنقه برا على برا، ومنا كيكونوا واحد الاجواء جيده. كاين انا والصديق ديالي عبد العزيز. عبد العزيز تفضل خويا، دار مع الاجواء ديال العيد كيفاش كدوز عندنا خويا عبد العزيز؟ كنعيشوا اللحظه ديال العيد كما كان موالفين حنا الناس القدام، وصافي. اما العيد كما قلنا راه بقى عيد، عيد خرخر. داكشي كما كندخلوا الحواله المسائل بطريقه فنيه بوسيله الترقيم باش ما كيتغلطنا حتى شي حولي، وكدوز ان شاء الله في هذا الموسم كيدوز عندنا بخير الحمد لله. كلشي كيدير الحواله ديالو، كلشي الامور كدوز بخير وعلى خير، وكتكون الحي الحمد لله الحي نقي. وبورنا الجيل كنقولوا بالنسبه خاصه منطقه جيده في اجواء ديال العيد، جميله جميله جد جد جدا. بالنسبه للاثمنه جد ممتازه، على حساب الانسان على حساب جيبو. كاين الانسان اللي كيعرف يتقدى راه كيتقدى الحولي بثمن زوين، كاين الانسان اللي ما كيعرفش يتقدى راه كيقلبوه شويه في الثمن. و بالنسبه للاثمنه ديال المبيت، الاثمنه ديال المبيت هنا ثمنه مزيانه كاع منخفضه كاع 25 درهم الليله. ديسي طوال هذا، ديسي طوال هذا ياك السي عزيز، هذا قول لي ديسي طوال وبصاحب الجلاله الله ينصرو. والحمد لله كنحسوا بالاجواء ديال العيد هنا بخير الحمد لله. لا حنا كالمغاربه ما درناش هذا الشيء، هذا راه كيبقى فينا بحال الحرقه. كل عام كنديروا هذا الشيء، هذا كنقول الكلمه للشعب المغربي كله، كنقول لهم مبروك عواشركم، والناس ديال الخارج تما كنقول لهم مبروك عواشركم. واخا ما حاضرينش معنا، انتم حاضرين معنا هنايا في قلوبنا ديما، مبروك عواشركم كاملين المغاربه.